يا جماعه ترى المفترض تجاره طبيعيه. انا ما احب اشتغل بالتسويق الشبكي بهالطريقه هاي، يعني بصراحه هذا مو مقنع الموضوع. جيبوا لنا هذا اللي بالصوره خليه يوضح لنا الموضوع. اليوم راح نحقق التجارب، احنا لايفيشن حتى الايتم ما نحتاجه. الرجل الاول بالعالم أريدك ترجع ظهرك لي ورا وترفع راسك لي فوق وتقول أنا أعمل بمجال النتورك ماركتينج. والله ما أتعب. شنو هالأنرجي الزايد اللي عندهم اللي قمز هواي؟ شفت ايش قمز؟ والله قمز ما شاء الله، صلوات على محمد. والله قائد العالم، ملك النتورك، الأب الروحي، الأستاذ ليث الأصفر. وهذا العريف هالقد ما يحب ليث الأصفر اجى الحفل لابس قميص أصفر. شو ما تلوق ليش انت؟ ليش ما تلوق ليش؟ ما اتجرأ البس مثلك سيدي. عشت ايدك، بعدين اعطيك ورقتين. انه ذولا كل شوي يتباوسون، ذولا شنو هذا اللي تقمز؟ اول تجاره بالدنيا عباره عن عياط ومشاعر وبوس وتقمز. جماعه تجاره بيع وشراء، ليش هذا؟ ليش؟ كل ثلاث نقاط سوق اليمين قابله ثلاث نقاط سوق اليسار، ايش قد تربح؟ 240. هاي كم تلافى بيها؟ اخوان دا تعقلون الارقام؟ دا نحكي شدات بالاسبوع الواحد، شدات شدات راح تغير هواي عالم وراح تتغير انت. بعد ماكو ايجار، بعد ماكو دين، بالاسبوع عروض مين؟ شنو لازم نسوي؟ أنا بالبيت، الله يحرقني، الله لا يوفقني إلى عفاف العالم. يلا أربع شدات، أربع شدات. يا الله. أكو اثنين دي يمشون ويا فيصل جمالهم وخلين إيدهم حتى ما يصير تدافع عليه، وهاي الناس قاعدة ما حد جاي يم عنده. ولا حد يمه والله. بادي جارد هذول لو ما نعب بيص شنو هذول؟ واكو ناس لي جاي شويه دي يفتحون مواضيع وهو متحمس ويهوس ومصدق بالسالفه. اربع شدات ايش قد مؤمن بنفسه فيصل جمال وعلى هاي كميه الرقص والعرق. فالشدات اللي راح تربحوها راح تخسروها على المعطلات والصابون.